داود من الفلسطيني وقتله ولم يكن سيف بيد داود. ليس صعبا أن نتصور هذا المنظر، داود ينزل إلى الوادي ليلاقي جليات. قد يكون هذا الاختبار هو الذي دفعه ليكتب العدد الرابع من المزمور الراعي 23، وأيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. لقد ترك داود كل عدة الحرب التي أعطاها له شاول الملك وذهب في ضعفه تاركا خلفه كل ما يرمز إلى مظاهر القدرة والقوة، وبدلا من سلاح الملك أخذ عصاه بيده ممثلا عناية الراعي ومحبة. كان احتقار جوليات لداود واضحا جدا عندما اقترب منه، وكذلك نحن كم من المرات في مواقف متعددة نقابل بالاستراء، إنها محاولات إبليس لسلب قوتنا. ولكن داود قال: أنا آتي إليك باسم رب الجنود إله صفوف إسرائيل الذين عيرتهم، هذا اليوم يحبسك الرب في يدي فأقتلك وأقطع رأسك. ويضيف الكتاب أيضا: ولم يكن سيف بيد داود. نعم يا أحبائي، تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمن. نعم، لم يكن سيف بيد داود، ولكنه كان هو بيد القدير.